تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار، موجودين بولاية ميشيغان بالتحديد بنورزفيل، نحن على ما أعتقد موجودين مع خينا عماد وخينا أحمد وإحياء التراث الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية وجمع الجالية الأردنية في ميشيغان والولايات المجاورة بجو عائلي مميز مع العادات الأردنية والمأكولات الأردنية، المنسف والكنافة وغيرها من هذه الأمور. راح أبرم الكاميرا لعند عماد وأحمد، خلي يعرفونا عن حالهم، يعرفونا عن جاهة، وأيضا نعطيكم مثل جولة شو عم بيصير اليوم. وقالوا لي في منسف وفي كنافة، مظبوط؟ منسف ولا الجميد الكركي واللحم البلدية. يلا راح أبرم نابلسية، راح أبرم الكاميرا لعندكم ويو جايز ويل تيك إت فروم ذير. يلا يلا عماد. بالبداية من هاي القناة الكريمة، القناة اللي دائما بتغطي كل الفعاليات العربية، قناة شو الأخبار، شكر خاص من جمعية التراث الأردني الأمريكية من جاهة من الجالية الأردنية في ميتشيغان والولايات المتحدة الأمريكية لقناة شو الأخبار والسب ميديا لحسين هاشم سبيشل خاص اللي هو دائما يعني منا وفينا ودائما مشارك كل فعالياتنا وأنشطتنا. أنا وعدني أنتوا بالجنسية الأردنية الفخرية قريبا. خلاص جنسية فخرية خذها جاهز. طبعا زي ما انتم عارفين شفتونا اكثر مره عند اخونا حسين هاشم قناه شو الاخبار، جاهه دائما حاضره لفعاليات التراث، فعالياتنا احنا كاردنيين كجاليه اردنيه. على سبيل المثال اليوم بجوز اول مره بتصير بميتشيغان كان المنسف الاردني بالبارك بالجميد الكركي من الاردن بالاشراك، تمام؟ اولادنا شافوا كيف اللي احنا عندنا بالبلاد بنسوي اقرب العراس، بتسمعوا بالاقرب كيف الناس كلها بتفزع وهالمناسف. اليوم كان هذا الحظي، هذا الشيء حاضر، أولادنا الصغار من 3 سنين 4 سنين 5 سنين حاط منسفه وجميده وفي منهم بدي ياكل بالإيد، فهذا إشي والله بفرحنا وبسطنا، بدي يدحبر بثلج صدورنا. طبعا كان اليوم الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين جمع، كان في كثير فعاليات لكل الأعمار من عمر 2 لعمر 90 سنة، كان عامل في أنشطة فعاليات، عملنا المنسف الأردني بالبارك. طبعا الناس بيجتنا اكيد كان في اشياء ثانيه من حمص وبيتزا وهي الشغلات، وبنفس الوقت الكنافه النابلسيه فريش سيرف تو ايفري ون، وزي ما انتم شايفين شاركتنا حتى الجاليات الاخرى بتشاركنا حتى بالامريكان بيشاركونا. وكل الشكر من هاي القناه لكل واحد ساهم وساعد ودعم وشارك في جاهه، وزي ما هم شايفين هون اخواننا كمان بحب يحكوا لكم كمان عن الايفنت اليوم. يلا خينا احمد حياك الله يا اخوي حسين، اهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. القناه شو الاخبار يعني شهادة حق، هاي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أخونا حسين معنا من أول يوم، والله يا رب يحفظه ويحفظ عيلته. يعني زي ما حكى أخوي عماد، إحنا شعارنا بالجمعية أينما نكون يكون الوطن، يعني بنجيب عاداتنا معنا على وين ما رحنا وين ما استقرينا، وهي جمعة للعائلة to kick off the end of summer، يعني we call it summer end picnic. الحمد لله this is our second annual، كل سنة آخر ويكند بالصيف بنعمل فعالية للعائلات وبنركز على نشاطات الأطفال والمسابقات والهدايا، وزي ما أنت عارف يعني الأطفال بيحبوا المشاركات. برافو. يلا أخونا الدكتور طارق نجيب. أهلين، تشرفنا فيك يا حسين مرة ثانية، دائما تغمرنا بلطفك دائما. الحمد لله كان عندنا احتفال ناجح end of the summer picnic، زي ما انت شايف الأطفال سعيدين، الجميع سعيد بهاللمة الحلوة. دائما احنا طبعا بنحاول نشارك الناس بالفعاليات مشان يتمسكوا بعاداتهم وتقاليدهم ويستمتعوا بالأجواء هذه الطيبة، وبعدين طبعا بلتقوا بالاحباء والاصدقاء. صور لك اياه حبيبي. الله شكرا شكرا حسين. قبل ما نروح بدي اوجه تحيه لاخونا اياد سفير المنسف. المنسف اليوم اياد حاضر بجميد كركي وبدون بقدونس. شوفوا طلع حطينا يا ويل قلبي عشان اياد عشان حسين هاشم بس. لا خي انا باكلش مع بقدونس. خلص ابشر هيو موجود ولا يهمك. اهلا وسهلا. طبعا هذا بالجميل عيسى ابو جوده من مطعم لاماره من اوك بارك. تمام، شو كنت عامل لهم اليوم؟ اليوم عملوا للشباب اشي ديفرنت، فاصروا انه يعملوا منسف بيكنيك، يعني بالعاده مشاوي هيك، فاصروا انه يعملوا التراديشنال ديش. حبيت يا ف يعني الحمد لله. شو وضع المنسف اليوم يا عيسى؟ يمكن يعني جرب انت الكاميرا بتحكي، انت جرب واحكي لي. هلا بنجرب. يلا تفضل معي. خليني افرجيكم كمان على ال مثل ما شايفين اسم الله حضور كبير جدا. هلا انا جاي تقريبا باخر النهار، يعني هن بلشوا على الساعه 3 بلشوا،
هلا تقريبا صار لهم شيء 4 ساعات 5 ساعات شيء ايه كده عشان يعني حطيت بقدونس قصادي انت بس بدي اياها لك كثير. احنا صورنا موجود المنسف بدون بقدونس بالمره يعني بس انه يعني استعلق لك شوي شو قصه البقدونس هو بيحطوا بقدونس ولا بيحطوا هلا في ما تخافش من لا 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 مش تخافش من اياد في ناس بتحط يعني كزينه بس هو المنسف اصلا بلا بقدونس وبالصحراء والبدو ما عندهم بقدونس ولا شيء فهيك معه حق انه هو بيجي زي ما هو حلو. بدون اضافات ولا شيء. طيب شو رايك بهالايفنت الحلو هيك وجمعه العائله والاولاد؟ يعني الحمد لله احنا صار لنا سنتين نشتغل على الجاليه الاردنيه وهيك والحمد لله زي ما انت شايف يعني نجاح ورا نجاح والناس حابه وكل شيء. الله يقويكم ان شاء الله. الله يسعدك حبيبي وجهود طيبه الشباب كلها يعني ان شاء الله. اكيد اكيد الله يقويكم ان شاء الله يا رب. خليني افرجيكم شو عم بيصير. في العاب للاولاد، كان في اكل ومنسف، وكان في كنافه. وين الكنافه؟ نفرجينا على الكنافه. هاي الكنافه طبعا خلينا نجيب لهم صحن فريش. يلا انت بس نفرجيهم. حابب يحكي اذا حدا بده. يلا خلينا نبرم الكاميرا عليكم. يلا انا ما بديش اتصور بس بحب اسلم عليك. بس بدك تحط مين بده يحكي؟ السلام عليكم. لايف تفضلي. السلام عليكم، معك حنان ابو زينه. نشكر جاها على هذا الاحتفال العظيم والجمعه الحلوه والطعام اللذيذ الشهي. بارك الله في جهودكم وانا سعيده جدا برؤيتك استاذ. الله يخليك يا رب. الله يسعدك. زي الاردني مزبوط. شو بتسموه؟ توب. توب عبايه. عبايه عبايه. لا اول عبايه يعني توب بيست. يا قرروا مع الاكسسوارات لاحظ بالشنطة كمان اكسسوارات الشنطة كمان اردني انت يا شكرا شكرا يعطيك العافية. شكرا تكونوا على الكاميرا ولا لا؟ شكرا. تعال يا محمد معنا طلعنا. مين حابب يكون على الكاميرا؟ شباب يلا خبرونا شو رايكم بالنهار. الله يعطيك العافية. احنا بنتشرف اليوم بالحضور الجماعة الاردنيين والفلسطينيين. هي جمعية اردنية فكل فترة بنتجمع بجهود الشباب. ابو عمر، ابو ايهاب، الدكتور طارق تعال شرفنا هون يا اخي. تعال قاعد ورا خلف الكواليس دائما. فاحنا يعني اهداف الجمعيه بجوز ابو عمر يعني وهالشباب القائمين على الجمعيه بيعرفوا ان اهدافنا احنا يعني مساعده الاخرين، الترابط. خلينا نقول نجيب كل عاداتنا وتقاليدنا من البلد نحطها هون. بتعرف المعروف عن الاردنيين الشهامه، النخوه، المساعده. فاحنا بنتشرف وفخورين بجهود الشباب كلها اليوم. يعني قاعدين الان بنقطف ثمار التعب اللي تعبوه خلينا نحكي السهر والمشاوير والسفر. يعني الشباب قاعدين بيسافروا من بلد لبلد، بيعملوا علاقات، بيروحوا وبيجوا. كله هذا يعني هدفه لمين؟ كله هدفه للجمعيه وخدمه الشباب الموجودين والجاليه والاخوات والاطفال وخصوصا الطلاب. يعني الجماعه مش مقصرين. في ان هون اكثر من دكتور مش حافظ اساميهم الان، يعني مش مقصرين مع الاطباء اللي بيجوا جداد، التريننج اللي بيجي من المطار بنجيبه. كل اهدافنا احنا بس انه نساعد بعض. فبترك الكلمه لاخواننا اللي موجودين معنا هون. حدا بيحب يزيد يشوف الشباب؟ الدكتور تحب يقدم. يلا ابو ايهاب. السلام عليكم، يعطيكم العافيه شباب. على الجد الواحد بيفتخر بالنشامه كيف متكاتفين ايد بايد بهالجمعه الطيبه. ما شاء الله الجمعيه كان يعني بدايتها كانت الأهداف، والأهداف تتحقق يوم عن يوم. وقفة الشباب مع بعضهم كتف على كتف، مساعدة الشباب اللي بيجوا جداد على البلد هاي بتكون الحياة صعبة عليهم بالبداية، سهلت الأمور لهم الحمد لله بجهود الشباب. ما شاء الله أخوي عماد، أخوي طارق، دكتور طارق، الشباب ما شاء الله ما قصروا بجهودهم سواء كان بمشقن هان أو بالأردن. عملوا كثير واشتغلوا كثير وسهروا كثير وخسروا كثير ما قصروا، واحنا كمان بظهرهم ان شاء الله. وان شاء الله كل مالها للامام، في تقدم وفي ازدهار بهالجمعيه. واحنا بدنا كمان دعم الجاليه، الجاليه العربيه بشكل عام، الاردنيه خاصه، والحمد لله وان شاء الله للامام دائما. طبعا شكرا. طبعا في شغله بحكيها هون. واتساب ميديا حسين هاشم استحق الاحترام والتقدير طبعاً. كل الشكر له من أول يوم فعاليات جاها والجالية الأردنية هو حاضر وما قصر. وبحسوب العكس محسوب علينا، بقول له بده جزية أردنية أخوانا، حتى بقول الناس بقول أخوانك أردنية دائماً حاضر معنا. طبعاً في تكريم بسيط حسين حاشي بتاج أكثر. هاي في وسام التميز والإبداع من جمعية التراث الأردنية الأمريكية حسين هاشم. تفضل حبيبي. شكرا. وين أحمد؟ أحلى عزيز. أبو محمود، يا ابو محمود. كلكم ذوقي عمي عم خجلونا. يا والله
شكرا لك. شكرا لك. هذا اقل شيء من قدمه لجهه ميديا. شكرا لك خينا احمد الشباب. شكرا لك. الجميع معنا هون. الله يقويكم واكيد فخورين دائما انه نحن قسم من هيدي الجاليه وابن من ابناء لهيدي الجاليه. الله يعطيكم العافيه. ان شاء الله والله فيك كثير حبيبي. الله يخليكم. بتشرف والله بتشرف. طبعا كمان تحيه لاخونا بكل فرجات من شيكاغو. خلف الكواليس جاي من شيكاغو 5 ساعات سواقه عشان يشارك جاها وما قصر هو وضيوفه. تحيه خاصه لبكر الفرجات. خليني ارجع للكاميرا انا. طيب وجمع كريم. الواحد بيجي مش من شيكاغو باجي من الاردن لهيك جمعه طيبه وناس طيبين وما شاء الله يعني كانت بادره جدا رائعه وكل يوم بشوف بوادر جديده ومرتبه ومميزه ف جهودهم مشكوره بشكل كبير 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 فبيستحقوا انه اجي من شيكاغو وبيستحقوا اجي من اي مكان بالعالم. يلا سامي السلام عليكم. اخ حسين شكرا لك والله انت يو ترو عرب امريكان يعني يو دونت نو اني باوندريز اند وي لاف يو ثانك يو فور كفرينج ذيس ايفنت يعني هاي الايفنت صراحه از اور سكند سكسسفول ايفنت وثانك يو تو ذا كوميونيتي يو نو فور ذير هيلب وذاوت ذم از نوت كان بي ا سكسسفول ايفنت اند اي وود لايك تو ثانك ايفريبادي هو ورك فيري هارد في هاي الايفنت وشكرا لكم وشكرا على للاخ بكر في كل شيء واهلا وسهلا فيكم دائما البيت الاردني مفتوح للجميع واهلا فيكم شكرا الله البيت بيضل يعلى ان شاء الله بعدين دائما بدي احكي على الشعار انا من البتراء فطالما بشوف الشعار وصوره البتراء بكل مكان طبعا تلاقيني موجود اينما يكون يكون الاردن وهاي جمعيه التراث الاردني الامريكيه العلم الاردني والعلم الامريكي واهلا وسهلا مره للجميع بليز لايك اور فيسبوك بيج جوردينيان امريكان هيريتج اسوسيشن جاها طبعا هاي كمان اليوم الكنافه اللبسيه وينه هاي الكنافه كانت فريش اليوم طلع المنظر كيف يا عين اللي ما حدا راح عليه على قلبك يلا خلينا نرجع على حكيت تفضل مع كاميرا ولا بدون كاميرا طب خليني اخلص اللايف فيديو ونرجع بعرض لحضرتك بدي بس 5 مينت لخلص اللايف فيديو يلا خلص نفرجع لا ماما عادي أكيد مثل ما شايفين العالم الأمريكي والعالم الأردني المملكة الأردنية الهاشمية خليني أفرجيكم على هلأ مثل ما أنا خبرتكم قبل شوي تعال معي بكر أنا وياك معك يلا مثل ما قلت لكم قبل شوي أنا شوي جيت مأخر مش شوي كثير جيت مأخر راح عليك المنسف بس ما بيأثر تركيز لي صح للجماعة الحمد لله وحضور كبير جدا يعني هذا أنا جاي بالأخير واسم الله الحضور قديش يعني كان في نشاط يعني مهم جدا هو جمع الجالية الأردنية والجاليات أخرى أكيد بس أهم شيء كان هناك الجالية الأردنية الموجودة بمشيغن والولايات المجاورة كانوا موجودين هون النشاطات كتير مهمة كانوا عم بيعملوها غير إنه أكل وغير إنه في حلو هي القعدة هي اللمة هي إنه الأولاد يجتمعوا مع بعض الأطفال يعني ما شايفين الأولاد ما شايفين الأولاد ورايا يعني عاملين أكتيفيتيز للأولاد السلام عليكم يعطيكم العافية الله يقويكم إن شاء الله يا رب كل شيء تمام فينا نحكي معكم طلعكم على الكاميرا يلا حب ناخذ الاذن نحن قبل لا عادي عادي عرفونا عن حالكم انا عاصم زهران كنترولز انجينير احمد رجبي كمان بشتغل بالاي تي خبرونا شو رايكم باليوم بهذا الايفنت وبالبيكنيك اللي انعمل ما شاء الله اجواء كثير كثير حلوه يعني الله يعطيهم الف عافيه الشباب على الاجواء على التراث الاردني يعني حاسين انه احنا ببلدنا ما شاء الله جميل يعطيهم الف عافيه شو اهميته لهذا اليوم بالنسبه للاولاد الصغار خاصه اكيد بتعرفوا على الكلتشر تبعتهم وبشوفوا ناس مثلهم وبيعملوا اشياء مع بعض يعني وفن لهم اكتيفيتي يعني بتعرفوا على اشياء تراثيه وبشوف اشياء عن الاردن وبيعرفوا عن تاريخ الاردن فذاتس ا جود ثينج يعني تخليهم مرتبطين مع الكلتشر تبعتهم وبالبيئه اللي هم عايشين فيها جميل جدا هاي عمو شو اسمك احكي خذ العين الله يخلي لك جاي الله يسعدك يا رب حبيبي تشرفنا فيك الله يسعدك لنا الشرف الله يخليك يلا نكمل نحن وياكم يفرجونا على الفولي بول السلام عليكم
ها؟ والله باني ها؟ بس انتبه يفز علي بس. يفز عليك. اوعك. حلو. شو اسمك؟ شو اسمك؟ ما في اسم. ما في اسم. انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ انا محمد. حمد؟ ما سمعتك. حبيبي. Was it fun today؟ يلا يا ايناس جيت معنا من شيكاغو. وين ايناس؟ ايناس جيت من شيكاغو؟ عارفين عن حالك؟ اسمي ايناس، انا هلا بلشت كليه وجيت من شيكاغو اليوم. حلو. اشوف الجو هون، الاردنيات والعرب هون، والله حبيته كثير. كيف لقيت الجو اليوم؟ تعرفتي على عالم جديد؟ حبيته كثير والله. حسيت حالي يعني مع العرب، مع اخواني وكل حدا. والله حبيته كثير. ان شاء الله بالتوفيق. شو عم تعملي بشيكاغو؟ انا هلا بالكليه، بلشت اول سنه. حلو. لسه بدي اشتغل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله. حبيبي شرفنا فيك. تسلم. شكرا. اوكي خلينا نفرجيكم عم يلعبوا فولي بول. شو رايك؟ بيعرفوا يلعبوا يا بك؟ لا مش عم يعرف. لا مش الحال. كان في فريق بينهم كمان لعبوا. حلوه حلوه. لا يلعبوا. هذا لعيب من لما شباب خطيرين. الشباب انتوا شايفين في ولاد صغار في طلعناه. هلا عليكم. مثل ما شايفين جو حلو، جو مميز جدا صراحة. سبحان الله. أنا بكر كيف لقيت الجو؟ كنت بدي أحكي عن الجو. يلا. الجو قبل يومين بشيكاغو كان مطر جدا. سألتك أنا قبل، قلت لي الجو شتاء ومطر ومش عارف إيش، فأنا كنت خايف اليوم يكون الجو سيء. لا، لكن جو اليوم خرافي يعني لا يعلى عليه. جو اليوم يفوز. جو اليوم جو طلعة، جو قاعدة، جو بيكنيك مثل هذا اللي نحن فيه هلا حاليا. بس المنطقة، حتى المنطقة اللي منقينا منطقة كتير حلوة يعني، شجر مسكرة يعني اتس برايفت. فاهمين كيف؟ مثل ما شايفين لك حتى الولاد الصغار هون بيلعبوا. خلينا نصورهم. يلا خلينا نصورهم هيك نفرجيهم على ال. هاي عمو. السلام عليكم. هاي هاي. هلا عم ياكلوا بسكوتي، مش فاضيين لحدا. الله يخليك يا هون يا رب. يلا خلينا نخلص. خلصت؟ بعدنا لايف. استنى لك. اطلع اطلع يلا. يلا خلينا نخلص الفيديو. طب تطلعي معنا لايف؟ تمام. هو طلعنا ايناس. عن جد؟ ايه تفضلي خبري. عارفين عن حالك؟ والله انا مبسوطه كثير لاني جايه من شيكاغو. من شيكاغو. اوكي اهلا وسهلا. استاذ بكر طبعا يعني شكر له اللي هو دعانا نيجي هون، فكثير مبسوطين والله. كيف لقيت الجو؟ بجنن. شو عجبك اكثر شيء؟ الجو والناس الكوميونتي يعني هيك. ما شاء الله شفتك تعرفتي على ناس كثير. المنسف كثير. كيف المنسف؟ المنسف هلا انتم الصبايا، شو المنسف؟ شو وضعه كان؟ خبرونا. والله ضميريا المنسف منيح. ما شاء الله ما شاء الله. صحتين وعافيه ان شاء الله. تفضلي. سوري بتقولي شيء بعد؟ حلو انه خلونا نعيش اجواء عربيه في امريكا، يعني اجواء اردنيه وكوميونتي جميله ما شاء الله. ونتمنى انه تتكرر هي ان شاء الله الاوكيجن، المناسبات الحلوه ان شاء الله. جميل. خليني ابرم الكاميرا لعند الاستاذ. تفضل. عرفت عليك. اهلا اسماعيل احمد. خبرنا كيف لقيت اليوم هيدي اللمة. والله اليوم كان مناسب، جو رائع ولمه حلوه للجاليه الاردنيه. جميل جدا. الحمد لله كل شيء جميل. من أنا أربر. احنا سكان أنا أربر. قريب لكم هون مش بعيد عنكم؟ قريب نص ساعه. جميل جدا الحمد لله. لازم تتكرر هيك نشاطات على طول. ان شاء الله دائما تكون متكرره ومتجدده. يا رب. الله يخليك. شكرا. اهلا وسهلا. يلا خلينا ننهي الفيديو احنا وياك بكر. شو رايك؟ يلا ننهي. ننهي بدنا بس نفرج على الخيام وننهي فينا. يلا خلينا نقرب نفرج على الخيام وننهي. خليني بس افرجيكم، بس بدي افرجيكم القعده العالم وين قاعدين وبننهي الفيديو نحن وياكم. اعملوا لنا شير لهيدا الفيديو، اعملوا تاج لاشخاص ثانيين، واكيد لمن متابعنا يتابعنا لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك، وسبسكرايب على شو؟ على يوتيوب. بما في يوتيوب. يوتيوب واتساب ميديا. اوكي بدناش نصور كثير لانه في عيال هونيك، بس هونيك هون يعني مثل طاولات وفي خيام وقعدات وهيك، وجو كثير حلو مثل ما شايفين. يعني في حدا عم يطير الكايت تبعهم، ما بعرف ببينش الوين هونيك، بس ما ببين. ولاد صغار عم يلعبوا مبسوطين، والكبار مبسوطين، والكبار عم يتحدثوا، والكبار مبسوطين، والصبايا عم تتحدث، وكله عم يعمل علاقات جديده وعم يتعرفوا على بعض. اتس فيري جود، اتس جود نتوركينج ايفنت. نحن بنقول له حلو واحد غير انه يتعرف على عاداته، كمان بيصير في لمه شمل، يعني فاهمين كيف؟ لمه شمل الفه بتعلمك على الثقافه، بتتعرف على اشخاص ثانيين، يعني فاهمين كيف؟ انا ما شاء الله تعرفت على ناس كثير يعني
اول مره بلتقي فيهم. لولا هيك ايفنت انا ما تعرفت عليهم. جميل جدا. يلا خلينا ننهي نحن الفيديو نحن وياكم. نحن وخلينا بكر اكيد مثل ما شفتوا هون ال بكر. شو رايك ننهي حد ال الشعر البانر؟ يلا اوكي هيدا كان الفيديو. بنتمنى منكم ليكوا حتى الارجيله حاضره. خلينا نحكي لهم شغله. خليني ابرم الكاميرا شباب. شو الارجيله حاضره؟ هلا والله. هلا بالحج حسين. نكمل الفيلم. هلا 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 رواق رواق رواق. اسمع هاي الكاس والله فرجي التيشيرت. فرجينا صوره راشد. راشد بدي اشوف شو مكتوب. ورجي ورجي هاي تاج. هاي عين فرجينا الهاشميه. فرجينا هاي هاي علم الاردن. دقيقه دقيقه فرجينا التيشيرت. احكي التيشيرت. بتحب الاردن؟ بتحب الاردن؟ قديش بتحب الأردن؟ مية. ها؟ مية. 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 الله يخليك جاي يا رب. الله يخليك. بس تصور الشعار اللي مش متابع حسين هاشم المتابعة مجانية. لا تنسى تعمل. وين؟ قرب خور. يلا. المتابعة مجانية. لا تنسى تعمل لايك شير سبسكرايب. عنده قناة على اليوتيوب بتجنن. عنده واتساب. عنده فيسبوك. قال واتساب. عنده واتساب. عندك واتساب. ما شاء الله عليك. يعني انا مبسوط فيك حسين كثير لانه انت قناتك جدا متنوعه ومش بس بوجهك. لكن بصراحه يعني انا بنبسط انه مثلا عندك برنامج اسال الخبراء. يعني كل مره بيكون عندك شخص مختلف ومواضيع مختلفه. عندك برنامج الطبخ مع الشيف. تحيه للشيف. الشيف يعني برنامج رائع. انا ترى ما كنت احضر مواضيع طبخ كثير بس من جديد صرت اتابع. يلا من الاخر. يلا نسكر الفيديو احنا وياك. اكيد حبيبي طولنا عليك. انت الفيديو كله حسابك. لا حبيبي اوكي خلينا نصور الشعار. في كثير والله انتوا شايفين. اكيد جمعيه التراث الاردنيه الامريكيه في ميشيغان او جوردانيان امريكان هيريتج اسوسيشن ميشيغان جاها. وصبايا شو عم يعملوا؟ شو عم تعملوا هون؟ شو عم يعملوا؟ قاعدين نبيعوا. تعال نبيعوا. يلا خلينا نفرجيهم بعض الأوسمات. ببيع عندك على نايس شماغ. يعني هاي الشماخ مزبوط. وهيدا اللي تحطوه على الطاولة. أي سيء. لا هاي زي تبع المخدر. تبع المخدر. تحط فيها مخدة هيك وسادة. أوكي أوكي. وهودي شغلات ماغنتس. ماغنتس. وهودي كي تشينز. البنز. البنز. أوكي وشايفين هودي كمان. رفريجريتور ماغنتس. هودي كمان للسيارات. تحطوهم على السيارات. يعطيكم العافية. صرت تعرفونا عن حالكم؟ اسمي نور. نور كمان. انا بسمه. شو رايكم؟ شو هاو واز ذا بيكنيك توداي؟ كيف كان اليوم البيكنيك؟ الحمد لله. ومنت جود. الحمد لله. واتس يور بيست ثينج توداي؟ شو احلى شيء عجبكم اليوم؟ just seeing all the people come together. Nice. all the ages yeah. come together. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. الله يقويكم. يلا بقى خلينا نسكر الفيديو وياك. متابعينا ومشاهدينا هيدا كان الفيديو تبعنا من ولاية ميشيغان من البيكنيك أو إحياء التراث الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله الفيديو يكون نال إعجابكم. تحياتنا أكيد لجمعية التراث الأردنية الأمريكية في ميشيغان لكل الأعضاء والجالية الأردنية العزيزة كتير على قلبنا وأيضا الجالية الفلسطينية اللي عم بتشارك بهيدا البيكنيك وغيرها من الجاليات العربية. كان في أعداد كبيرة على فكرة مش بس الجالية الأردنية موجودين هون من مختلف الجاليات. شفت أجانب كمان. لمة حلوة. كانت لمة كبيرة ولمة جميلة. إلى اللقاء. إلى أن نلقاكم بفيديوهات جديدة. كان معكم حسين هاشم وخينكم بكر الشرطي العربي في أمريكا. تابعوه لبكر. تابعوه على يوتيوب. عنده شانل كتير كتير حلو بيعمل فيديوهات عن الشرطة وهيك شغلات. بكر فراجات. رح أحط اللينك. بكر الفرجات أو فرجات. يلا I love you guys. مع السلامة. مع السلامة.